إذا مشاهدينا أوفياء، مشاهدين شوف تي في، أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر جديد من هنا من أمام المركز الشفائي الجامعي ابن رشد. على المباشر معنا حالة من الحالات المستعصية، الحالات اللي كتألم جميع المغاربة. الأم اللي كنا سبق لنا سجلنا معها بمدينة الدروة، فاليوم كتجي المستشفى الجامعي ابن رشد من أجل القيام ببعض الفحوصات الطبية للبنت ديالها. فالبنت ديالها الآن إذا كيف ما قلت، البنت ديالها الآن جات باش دير بعض الفحوصات، فغادي نعرفوا الجديد مع الحالة. تطورت بزاف، الدرية مرضت ليا بزاف وجتها هنايا وعطوني بزاف ديال الراديوات ودرت ليها بعض منهم وبعض منهم باقين، وانا ما في حاليش يعني على الظروف ديالي راه باينه، ما عنديش، ربي اللي كيعلم بيا، باها مسامح ليا فيهم. انا مراه مطلقه وما بيدي لولادي اللي باقي مشتين ليا، ما بيدي لهادي اللي مريضه كتعاني بزاف وما عاطينها لا دواء لا والو، الحريق عطينا نسمعوك. بزاف السلام عليكم. كنقولك الله يجيب لك الشفاء. امين يا ربي. عاودي لنا بنتي، شنو الاحساس ديالك، شنو كتحسي بنتي؟ انا دابا وليت خايفه بزاف، على حيت دابا انا في الاول تفرقعت لي الحبوبه ديالي على برا، وهذيك البلاصه من تفرقعات تجمعات ما بقاتش تسدات وخرجات لي حبوبه اخرى، خفتها بدات كتكبر لي البزوله ديالو، خفت تطردق لي لداخل، والامكانيات ما عنديش باش نعالج راسي. انا وليت خايفه بزاف، غير طرا لي شي حاجه البزول تتفرقع ليا في هذيك الحبوبه لداخل. شنو قالوا لك بنتي دابا؟ قال لي عطوني ندير تحاليل باش يعرفوا شنو عندي، واش عندي شي حاجه خطيره ولا غير شي ميكروب خاصني تحيد. دابا عطوك فحوصات طبيه دابا؟ اه. شنو دابا مشيتي ديريها؟ باقا ما درتهمش. علاش ما درتيهاش؟ الامكانيات ما عنديش يعني، الله غالب وصافي. اذا بقيتي واقفه هنا حيت ما عندكش باش ديري الفحوصات؟ اه. وحتى لينا بنتي غتبقي واقفه حدا المستشفى هنا؟ نتمنى من الله يعني حتى نشوف يعاونني شي واحد، شي محسن يشوف فيا الوجه الله ويعاونني. عطيه بنتي دابا شنو الحل دابا؟ نتوما وقفتي هو الدريه هنا. كنتمنى خويا انا عيط ليكم باش ندير هاد اللايف، وكنتمنى من الله اللي شي قلب حنين يشوفني ويفهمني ويحس بيا كأم. بغيت هاد البنيه تعالج حيت باقا صغيره وما بغيتهاش تضيع خويا، وهاد المرض اللي فيها صعيب شويه. كنطلب من الله شي واحد يا ربي، شي محسن ولا شي محسنه تكلف ليا بها وتعالجها ليا هادشي اللي بغيت انا، ما يعطوني حتى حاجه، يعالجوا ليا غير بنتي. دابا اشنو قالوا لك ملي دخلتي دابا للمستشفى الداخل؟ عطاوك بقاو يعمروا لك، هذا راديو، هذا التحاليل، هذا راديو. ملي كتخرجي برا كتلقاي درت لها تحليله، درت لها ب 25000 ريال، ودرت لها راديو ب 16000 ريال. دابا عاوتاني هزوا ليها واحد العينه من البزوله ديالها وقال لك سيري ديري لها ثاني التحليله، ما عرفتش ثاني شحال كدير. دابا غير قالوا لك ديري لها تحليله وصافي، علاش ما كاينش التحليله الداخل؟ ولا ما كايناش، قال لك خاصك ديريها لها على برا، عاد ملي تخرج هذيك التحليله عاد يشوفوا هما شنو غيديروا للدريه، واش تنعس واش الدريه. دابا الدري بنتي دابا فهمتش دابا الزوله ديالك دابا ما فهمتش كبرات ولا شنو وقع لك؟ اه راه بدات كتكبر، بدات كتنفخ ليا، قد ما ديك الحبوبه لداخل كتنفخ وهي حتى البزوله ديالي كتنفخ، يعني ولا واحد الفرق كبير بيناتهم بجوج. بينا وحده واش اليسريه من جهه القلب؟ اللي جيت القلب؟ اه يعني صعيبه اللي جيت القلب؟ أه ولا كيضرني قلبي، وليت حتى كتفي كيضرني، يدي حتى هي معاها كضرني من هادشي حاجه ثقيله. يعني داك النص ديال كامل اللي فيه آه ديال المرض كله مضروب؟ اه كله، وفي النعاس ما بقيتش كنعس كنعس، ونتمنى من الله يا ربي شي واحد يعاونني يهنيني. بغيتي بنتي ترتاحي دابا؟ اه بغيت غير نرتاح، وخا دابا خفت غير نزيد قد ما انا كنزيد نتعطل عليها ما نداويهاش، خفت حتى يكبر ليا يولي لي شي مرض خطير فيها ويحيدوها ليا وانا باقا صغيره.
شحال في عمرك بنتي؟ 19 عام. 19 سنة؟ اه يلا دخلت ليه. يعني 19 عام وهذا المرض هذا خلاك وين تجي كتباني كأنك عندك مثلا واحد 26 أو 28 عام. اه. وانت باقا 19 عام. اه اللي شافني كيقول لي انت كبيرة في الله. يعني راه لدرجة أن ربما كتباني كبر من الوالدة ديالك. اه. دابا المرض هذا. الله هو اللي ابتلاني بهذا الشيء ونتمنى من الله. أكيد الحمد لله اللي جات مع الله مرحبا بها. وكاين هذا الاب هذا فين هو هذا الاب هذا؟ بابا ما سولش حتى فيا حتى انا دابا قالوا لي خاصك غير الحاله مدنيه ما بغاش يعطيها لي يعني باش ندخل السبيطار وهذا كيقول لي ضروري حاله مدنيه ما حيت ما عنديش لاكارت انايا ما بغاش يعطيها لي وهو فراسو انا مريضه وفراسو محتاجاه في بحال هاد الاوقات وما سولش فيا. واخا بنتي عطينا شي رقم ربما على وعسى هذا المباشر هذا على وعسى شي واحد يتجاوب معنا ان شاء الله شي واحد يتفاعل معنا من شي واحد يعاونني وفي هذا هنا امام السبيطار ان شاء الله نقدروا هنا امام السبيطار نقدروا نقدموا معكم ان شاء الله الغرض ان شاء الله يا ربي هذه القناه ديال قناه الشعب شوف تيفي تكون سبب لك انت ان شاء الله ان شاء الله يا ربي عطينا شي رقم الله يرضي عليك قولي لي بنتي 07 16 38 59 89 عاوديها 07 16 38 59 89 اذا حنا غادي نحطوا هذا اللايف ديالك وغادي نديروا الرقم على المباشر على هذا اللايف هذا ونتمنوا ان شاء الله انه تكون واحد الاستجابه من طرف المغاربه معروفين الحمد لله اليوم جامعه معروفين بالكرامه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نتمنى شي رساله لهاد الناس ربما اللي غيتفاعلوا معاك واللي غيتواصلوا معاك شي رساله لهاد الناس هذو انا كنطلب من المحسنين يشوفوني بحال بنتهم ويعاونوني ما يخلونيش شي دعوه في هاد الجامعه لهاد الناس ربما اللي غيتفاعلوا معاك الله يعطيهم الخير يا ربي والله يسهل على كل واحد والله يشافي كل مريض والله يعاون كل واحد محتاج واخا عطينا نسمعوا كلام هذه الام ديالك شي دعوه لهاد الناس هذو ربما اللي غيتفاعلوا معاك الله ييسر امرهم الله يجعل مننا يا ربي سهل عليهم الله يعطيهم ما تمنى واللي يعاونني واللي ما يعاونيش الله يسهل على كل واحد وكما قالت الله يشافي كل مريض حيت هذا المرض صعيب بزاف ومني كتدخل السبيطار كتكون كاع نفسيتك مزيانه وكتخرج مدمره اكثر الله يسهل على كل واحد يا ربي والله يشافي كل مريض واليوم الجمعه يا ربي اذا حنا بالدور ديالنا كنتمناو ان يكون تابعونا هذه الحاله هذه الان كتواجد امام المستشفى الجامعي لاحظوا كتواجد الان امام المستشفى الجامعي ابن رشد اذا كنتمناو انه يتم التفاعل مع هذه الحاله هذه الرقم ديال السيده قالته وغادي نعاود نحطوه فوق الفيديو اذا ما بقى لنا الا ندعوكم على امل لقاء بكم في بث مباشر اخر على امل اننا ان شاء الله نديروا شي لايف اللي نكون الحمد لله اللي نفرحوا نقولوا بان هذه السيده راه تم التفاعل مع الحاله ديالها اذا مشاهدينا مشاهدي شوف تيفي وقال لنا ندعوكم على امل لقائكم في بث مباشر اخر طاقم شوف تيفي يحييكم الى اللقاء